بينما كان المسعفين يقومون بإنزال هذا الرجل المتوفي للقيام بدفنه، حدث أمر غير متوقع، فقد عاد الرجل للحياة مرة أخرى وقام بتحريك رأسه والتحدث، مما جعل الناس في حالة من الجنون. والأغرب من هذا المشهد أنه بعد دفن الكثير من الناس يتم اكتشاف أنهم أحياء وقد أصيبوا بسكتة قلبية جعلت الأطباء يشخصون الحالة بشكل خاطئ.